وبآخر محطاتنا لليوم رح نبقى بعالم الفن التشكيلي، لكن هالمرة برؤية مختلفة جسد الفنان التشكيلي بشير بشير عبر معرضه اللي حمل اسم ألف ليلة وليلة. يا هيدي أكيد ليلة ضيفنا اليوم مميز، شارك بالعديد من المعارض وعنده أسلوبه الخاص، وأكيد لوحات عديدة كانت اليوم موجودة ضمن المعرض، متجددة وأفكار جديدة واستمرارية. المعرض بلش 3 آذار ومستمر ليوم الأحد. رح نعرف تفاصيل أكثر، كيف كان الحضور، كيف كان التفاعل مع لوحاته. خلوني رحب بضيفنا الفنان التشكيلي بشير بشير. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك أستاذ. يسعد صباحك. أهلا وسهلا فيك. بداية يعني هذا المعرض يمكن نقلة جديدة لحضرتك، ويمكن بس نسمع العنوان دائما بتراودنا القصص القديمة والحكاية، ويمكن في جديد شيء جديد دخلته اللي هو الأحرف أو الخط العربي بطريقة حلوة ومميزة وبالألوان. خلينا نحكي عن هذا المعرض ومن وين استوحيت هاي الفكرة. لا أنا عفوا قبل المعرض هذا، أنا يعني هذا معرضي رقم 33. حلو. أقمت معارض عديدة من بعض أسماء المعارض، طائر الورق، ورق ورق بالإمارات، العلاقة بين التجريد والحرف بالرياض بالسعودية، يعني كمان في عنوان تاني رياض الحرف. هون حبيت أنا أعمل شيء جديد، إنه موجود الحرف بس إدخال عناصر أخرى ضمن الحرف. دخلت الخيل، القصص، حكاية، أشياء من الأساطير ضمن تكوينات منسجمة، يعني بتلاقي العناصر متوزعة بكافة اللوحات، بس كل لوحة فيها نمط وفيها أسلوب وفيها روح. طيب خلينا نعرف أكثر من حضرتك عن أهمية المعرض. ذكرت حضرتك 33 معرض اليوم برصيدك، قديه التجارب اليوم مهمة، وقديه مهم هيدا المعرض اللي بيجمع بين الحالة الحروفية واللون. أكيد، لأنه أنا دائما يعني الحرف هو بالنسبة لي أساسي، النقطة بداية الكون، بداية الخلق، انطلاقة الأولى، بعدين انحناء الحرف بكل أطيافه، يعني بأي مجال بتلاقي الحرف له حركة معينة، الانحناء هذا بيدل على حالات كتير. أنا هاي الحالات دائما حاولت أوظفها ضمن اللوحة. هذا المعرض حاولت أدخل هاي الأحرف، دخلت الضاد، القاف، اللغة الأساسية تبعنا، كتابات أحرف واضحة، في بعض كتابات غير مقروءة، في بعض جمل كانت مقروءة من أبيات شعر. يعني هو كان اسمه ألف ليلة وليلة، يعني بتفوتي على اللوحة بتلاقي فيه التراث، في الأيقونة السورية، في الأرابيسك، في الخيل يلي هو مصدر العطاء، مصدر القوة، مصدر الدفاع عن النفس، الحماية. بتلاقي الأشخاص، حركة الأشخاص يلي موجودة ضمن اللوحة هي حالات تعبيرية بتدل على فرح، على يعني دائما عمل متكامل متوازن من كافة أطيافه. وعامل اللون كان عندي عامل أساسي، استعملت الألوان الحارة لأنه فيها قوة شوي، وكان في ضمن اللوحات يعني في شيء، لأنه اللي احنا بنرجع بنقول احنا اللغة العربية لغتنا الأساسية. تمام. ودخلت شيء عن غزة، في كان يعني دائما اللي احنا الذاكرة تبعنا يعني مفعمة مليانة دائما، المفروض احنا نوظف أي شيء ضمن العمل الفني. تمام. أستاذ تحدثنا سابقا خلال لقاء سابق عن معرضك اللي أقيم في الرياض واليوم بدمشق، خلينا نحكي الفرق بين المعرضين وشو هي الأعمال الأكثر المعروضة؟ هلا الفرق بين المعرضين، كل معرض له نمط. يعني المعرض تبع الرياض كان فيه أنماط هي عبارة عن تكوينات هندسية، حالات تعبيرية، دخول الحرف بطريقة شعرية، مجسمات للوحة، فيها شيء إعلاني نوعا ما، فيها تكوين هندسي. هون الوضع مختلف شوي، في بعض التأثيرات اللي موجودة بالعمل الماضي موجودة بالعمل هذا، لأنه الفنان هو دائما متكامل، يعني ما بيصير يطلع طلعة، دائما النقلة بدها تكون متوازنة مع الأعمال السابقة. الرابط المشترك هو كان التوزيع، اللون، الفكرة اختلفت عن المعرض هذاك. قلت لك هاي الفكرة، هون في ألف ليلة وليلة حكاية،
هاي الحكاية وقصص وأساطير وروايات يعني كانت موزعة ضمن العمل الفني. يعني عم نتابع عبر الشاشة العديد من أعمالك اليوم المعروضة ضمن المعرض، شفنا في لوحات كثيرة، في عدد لهي اللوحات، خبرنا أكثر عن التفاصيل اللي كانت قبل المعرض، تحضيرات، قد إيه أخذ معك وقت جهد لحتى يمكن طلعت بهذا الإنجاز؟ هلا أنا من معارضي السابقة دائما في عندي مخزون إنه أنا المرحلة اللي بعد هاي بدي أعمل شيء، بحط دراسات، بحط أفكار وبخليها مركونة على طرف ليجي وقتها. وحاولت بقى يعني بس بكون مجهز مجموعة أعمال لمعرض برجع أفكر بالمعرض القادم. دائما في جديد ودائما في تجديد يعني يعني إن شاء الله للمعرض اللي بعد هذا أكيد رح يكون في نقلة جديدة. حلو. بس طبعا ضمن أسلوبي وضمن مرحلتي، والمعرض أكيد يستغرق زمن، يعني أقل معرض بيقعد عند الفنان تقريبا سنة يعني الحد الأقصى، أنه تجهيزات له، لأنه بتعرفي كمان الأوضاع مو دائما الفنان متفرغ للوحة بشكل استمرار. صحيح. تمام. إذا بدنا نحكي عن اللوحات، يمكن اليوم كل لوحة لها روح معينة بالنسبة للفنان، من خلال اللون، من خلال الحرف، من خلال التعامل مع الريشة. يمكن اليوم الفنان بيتعامل مع ذاكرته أو المحيط اللي حوله. أنا اليوم عم شوف خلال الشاشة أنه في ألوان، ذكرت حضرتك الألوان الحارة، عم شوف في ألوان اللي هي إيجابية أو بتعطي طاقة إيجابية، خلينا نحكي شوي عنها. هلأ أكيد دائما يوم بدها يكون في لون حار بيعطيك طاقة هائلة، ليكون في لون بارد حده، يعني في الألوان الباردة البنفسجية، أوقات أنا مدخل اللون الأسود في قوة وثبات، يعني كل لون هو بيدل على حالة معينة نفسية، وباللوحة بيعطيك فكرة معينة، يعني أوقات بتشوفي العمل الفني في عديد من الألوان بس ما لك مقتنعة فيه، بتشوفي مجموعة ألوان بتلاقي العمل شد، يعني صار في رؤية بصرية عالية. لذلك أنا دائما اختياري للألوان حسب الموضوع اللوحة بيكون. تمام. طب اليوم وقتك تختار موضوع، هذا الشيء ممكن يكون من الذاكرة أو ممكن يكون الفنان بيتأثر أكثر بالمحيط اللي حوله، أنه أنا لازم تكون رسوماتي من وحي الواقع اللي أنا عايشه أو الشيء المحيط فيني، ولا أكيد ما أكيد ذاكرة المكان للفنان والحياة والماضي والحاضر، أكيد هي تراكمات، هي التراكمات كلها دائما ضمن الذاكرة، بس برجع أنا في إضافات، يعني الإضافات هي كيف تكون بالمطالعة، بالبحث، بالاطلاع على كتب، على مراحل فنانين، على السينما. هي الثقافة هي دائما بتحاول تاخذي افكار وتوصفيها ضمن الافكار اللي عندك ليطلع عندك تكوين مقبول يعني نوعا ما. طيب اليوم كثير من الفنانين التشكيليين بيلجؤوا لاعطاء دورات تدريبيه لجيل الشباب بالفن التشكيلي، اليوم خبرنا عن تجربتك في دورات تدريبيه ان كانت للاطفال او الشباب، نوضح اكثر عن الموضوع. اكيد هذا الشيء، يعني انا دائما مرسمي يعني مليء بالطلاب، يعني حلو. دائما وعلى مراحل عمريه، يعني ما مني مقيد مثلا بمرحله عمريه، في اطفال، في شباب، في طلاب جامعه، يعني الحمد لله، ودائما بعطي كل طاقه من عندي، يعني بحاول انا اقدم لاي فنان، اي طالب او اي فنان هاوي اعطيه الدعم، بحس انه لانه هذا الشيء اللي انا تعلمته مفروض ارجع اعلمه، يعني مثل ما انا في ناس وقفت معي كمان انا من واجبي اني ارجع اقدم هذا الشيء. اصغر اعمار مرقت معك من خلال التدريب اللي عم تقوم فيه للاطفال؟ هلا الاعمار الصغيره انا كان عندي حفيد اسمه ريان العبد، يعني هلا الحمد لله له اسم بالوسط الفني، يعني عمره هلا 7 سنين، من كان وقت عمره 5 سنين كان عامل معرض فردي. حلو. واخذ تكريم ومن عده جهات يعني. طيب وفي أطفال غيره طبعا، يعني مو تركيزي عليه، يعني في كتير أطفال ما عندي مشكلة أنا، يعني أي حدا عنده طفل بالعكس أنا مستعد للدعم. يمكن بعمر صغير دائما أي شيء بده يتعلمه الطفل أو يبدع أكيد فيه أكيد الطفل بيطلع معه إبداعات أكثر. أكيد هلا الطفل من بدايته بيكون عنده يعني ذهنه فاضي، أي شيء معلومة بياخدها بتتم مرسخة عنده، أما بس يكبر شوي بصير بيشد بين اللعب والضحك. تمام. ويعني في شغلات تانية في بتلهي بعض الأمور. طيب كيف كان حضور الموجودين اليوم ضمن المعرض، تفاعلهم مع اللوحات، ردود أفعالهم الإيجابية، خبرنا أكثر كيف كانت الأجواء؟ والله أنا المعرض كان ناجح، يعني ما لح أحكي عن حالي بس كان ناجح جدا جدا يعني، وحضور متميز، ودائما الحمد لله يعني معارضي
يعني الصالة بتسكر يعني من من الكم والعدد والمحبين والمثقفين، الحمد لله أخذ صدى كثير مهم المعرض. تمام، إذا بدنا نرجع هيك شوي ونحكي عن الفن التشكيلي بين الماضي والحاضر، شو اللي فرق فيه؟ شو اللي تغير فيه؟ هلا ما تغير شيء. الفن هو فن من بداية الخلق لهلا، بس كان في مراحل، كان في النقش على الحجر، التوسيق على كراسات، على أوراق، هلا صار في تطور، اللون صار واضح، الفكرة صارت أوضح، يعني عمليات التوسيق بالفن والحداثة صار فيها مراحل، يعني فيها تطور، هذا التطور عم بيرجع يبني العلاقات القديمة الفنية مع العلاقات الجديدة ويطرحها بطريقة أوسع وبشكل مهم أفضل. تمام. كل فنان تشكيلي بيواجه تحديات أو مشاكل خلال مسيرته أو تجربته، ممكن تكون بسيطة وهو قادر فعلا أنه يتغلب على هي المشاكل، أو لا ممكن تكون صعبة شوية عليه. خلينا نوضح من خلال تجربتك، شو هي الأمور يلي كانت معيقة اليوم بتجربتك الفنية؟ هلا كل فنان أكيد في مطبات بالحياة، لأنه الفنان هو كتلة مشاعر، يعني صح متفرغ للفن، بس كمان في امور خاصه بالحياه، يعني هي الامور الخاصه هي خارجه عن ارادته، يعني بتكون من ظروف من اوضاع، بس بيتم الفنان يعني يوم بده يتفرغ للوحده وبده ينعزل عن كل المطبات هي. هل من الصحيح انه اليوم الفنان وقت بيكون هو دائما في فنانين ممكن كلياتنا بنمر بظروف صعبه، ظروف فعلا هي سلبيه، هل هذا الشيء صحيح انه اليوم هو تكون لوحاته فعلا كلها من الناحيه السلبيه او الظروف الصعبه اللي هو عم يعيشها؟ هلا اكيد معظم الفنانين لوحتهم بتعبر عنهم، بس كمان انا مشاكلي يعني مالي مصلحه اطرحها للاخرين، يعني تم عندي، يعني انا بدي اقدم عمل فني مفروض اقدمه بطريقه يكون الاخرين يشوفوه حلو وما يشوفوا همومي، يعني انا تماما بدي اعمل حاله الفرح دائما متواجده. حتى في بعض الفنانين بيعتمدوا اسلوب انه يكتبوا تسميه تحت الصوره اللوحه لحتى تنعرف اكثر للموجودين، بتتبع هذا الاسلوب ام لا خلص بتترك الموجودين انه يعرفوا شو الصوره بتوحي، عن شو بتحكي؟ هلا اللوحه هي بتشرح حالها، يعني كل بجوز انا اعمل لوحه كل انسان يشوفها شكل، يعني لهذا موضوع تسمية العمل الفني انا بشوفه نسبي، يعني كل انسان بشوفه من زاويه معينه. يمكن كل فنان عنده طاقه معينه بيوظفها من خلال هذا الشيء اللي هو عم بيقوم فيه، يعني قد ما كان يمكن في ظروف وتحديات بيحاول انه يتجاوزها. قديش اليوم مهم، حضرتك ذكرت انه مرقت بظروف صعبه وتحديتها، قديش باي مجال عمل سواء الفن او اي شيء اليوم نحن عم نقوم فيه، الظروف اللي نحن بنمرق فيها ما لازم تاثر علينا للأسوأ، بالعكس لازم تعطينا دفع ايجابي نتخطاها ونتجاوزها. هلا اي انسان باي مجال اذا بده يركض ورا همومه ومشاكله بيفشل. تماما، دائما هي تركن على الرف وبيبحث على الافضل، لانه الحياه مستمره، يعني ما بتوقف عند اي مطب. اما هلا حابين نعرف شو تحضيراتكم القادمه، شو الجديد يلي رح تشتغلوه؟ والله هلا في فكره جديده من ضمن العمل المعرض القائم، ويعني في رفقاتي مثلا كانوا عم كل واحد بيقول لي انه لو عامل هيك ولو مساوي هيك، انا باخذ اراء الكل وبحترمهم، بس بالاخير انا بدي احاول اوظف شيء من ضمن هالاراء بحيث اني انا اكون مقتنع فيه وينطرح بطريقه كثير مميزه للمتلقي. اكيد هيك بالختام بدنا رساله منك و هيك نصائح لكل جيل الشباب اللي حابين وعندهم هذا الاندفاع يمكن لهذا الفن، قديش هو مهم بحياة الشباب وخصوصا اللي ما عندهم، يمكن في أشخاص فعلا بيكون عندها هي الروح بس ما عندها حدا يدعمها، قديش هذا الشيء مهم؟ هلأ الإصرار أهم شيء، مهما كانت ظروف الحياة صعبة مفروض الإنسان يكون حط هدف بحياته ويمشي عليه، يعني هذا الهدف ممكن صعب يتحقق، بس أنا بفرغ وقتي وكل فترة شوي لحتى هذا الهدف يتحقق، واي يعني هدف بيحطه الانسان بذاكرته اكيد رح يصل بالنهايه، ليصل لنتيجه. اكيد بالختام بدنا نشكرك كثير الفنان التشكيلي بشير بشير، وان شاء الله مزيد من النجاح والتألق. اهلا وسهلا فيكم. أهلا وسهلا. وشكرا للاعلام السوري. اهلا وسهلا. والدعم المعنوي لكافه الطبقات الثقافيه. اكيد شكرا لحضورك معنا ونتمنى لك التوفيق بهذا المجال والمزيد دائما من التألق والنجاح. شكرا. شكرا.